بطولة مهمة بيسير فيها النادي الأهلي أو سار فيها النادي الأهلي بخطى ثابتة حتى وصل المباراة النهائية، مباراة أمام الترجي، مباراة مهمة كلاسيكي، مباراة كلاسيكية عربية ما بين الأفضل في إفريقيا النادي الأهلي وواحد من الأفاضل في إفريقيا نادي الترجي. الحقيقة شايف المباراة إزاي في ظل الصعوبات الكتيرة اللي موجودة سواء للنادي الاهلي او للترجي؟ الحقيقه برضه بص يا كابتن، ماتش طبعا صعب نهائي افريقيا وحاجه كبيره جدا، بس انا شايف النادي الاهلي اخر فتره مركز في افريقيا قوي وبيلعب بره زي جوه. الماتش الاولاني كمان بتاع الترجي هيبقى بره ارضنا في تونس، فده حاجه ميزه لينا. هي بقى بتفرق ولا هو هنا هتفرق معانا عشان الجمهور؟ هتفرق عشان الجمهور طبعا، وان شاء الله ان شاء الله النهائي بتاع البطوله هيبقى عندنا في مصر، فهنحتفل بيه وكل حاجه. وانت رايح بفكر معين بتلعب بره ارضك، وانت جاي بتلعب بفكر معين تاني. يعني انت في الترجي رايح عشان المكسب طبعا وكل حاجه، بس لو ما كسبتش ما تخسرش، هيبقى نتيجه ايجابيه بالنسبه لك. ولما تيجي تلعب في ارضنا في استاد القاهره، لا انت نازل ودماغك 100% انا هاخد الماتش، هكسب ان شاء الله الماتش وهكسب البطوله. فانا شايف النادي الاهلي ماشي بخطى ثابته في افريقيا بالاخص كمان، ومركز جدا، واللعيبه باين اللي عندها شخصيه في افريقيا، والناس مركزه 100%. فانا مش قلقان، يعني مش قلقان الماتش هناك في الترجي. الاهلي بقى له فتره بيلعب بره ارضه، حتى ماتش بتاع مازيمبي بره النادي الاهلي عمل ماتش على اعلى مستوى، كان ممكن كمان يكسب 1-2 في الشوط الاولاني. فانا شايف ان النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كابتن اسلام اللعيبه بتلعب 100% بتاعتها، كل لعيب بيدي في 100% بتاعته، دي مهمه جدا في النادي الاهلي. فانا شخصيه النادي الاهلي بتظهر في الماتشات الصعبه، وشخصيه النادي الاهلي بتظهر في الماتشات اللي هي فيها حسم البطولات. فاتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يبقى مركز جدا ويجيب البطوله ان شاء الله باذن الله.